ما شاء الله، انت وين كنتي خاشة هالجمال كله؟ انت طول عمرك جميلة يا روان، وانا طول عمري شايفك اجمل الجميلات، جميلة باخلاقك، برقتك، بطيبة قلبك. ما ادري، روح نام احسن لك. مو قادر اشيل عيني من هالقمر. بس اغسل وجهي، هالقمر بيختفي. انت قمر بكل حالاتك. قلت لك ما عندي فلوس عشان اجيب لك ممرضه، ما عندي. وين فلوس البيت؟ مو شرينا البيت واسسناه، فيك نسيتي؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. الله ينتقم منك يا غصون في اللي قاعده تسوينه فيني. تحسبين علي؟ فوق كل اللي سويته لك وبعدك تحسبين وتدعين علي؟ شو اسوي لك بعد اكثر من اللي سويته؟ شو اسوي؟ يا ذاتي! حسبي الله ونعم الوكيل. على كل اللي قاعد اسوي لك يا 24 ساعه تحسبين علي، شو اسوي لك بعد اكثر من كذي؟ انا ما احتاج اوصيك على بدريه، حطها بعيونك، ها حط بالك. عمي وصني على اي شيء الا بدريه؟ بدريه هني داخل بالحفظ الصون. عمي لا تحاتي. كفو كفو يبا. يلا يبا توصلون على شيء؟ طول عمرك يبا، نبي سلامتكم. يبا على نفسك يا يمه، بس توصلين طمنيني ان شاء الله. يلا مع السلامه. مع السلامه، تروحون تردون بالسلامه. عمي سلامتك يبا. مع السلامه. السلامه ان شاء الله. المال كبير، عشان شيء ما شابهه إلا ذع. تدري أنت لو تفتح مطعم الناس طوابير بس عشان تشم هالريحة. لا هتش دعوة مو لهالدرجة. لا والله من صدقي، أنت ليش ما فكرت تفتح مطعم؟ وين أفتح مطعم؟ هي فكرة جميلة بس ما عندي فلوس. إنزين لو أنا خديت قرض وصرت شريكتك بالمطعم، إيش رأيك؟ والله فكرة ممتازة، بس الموضوع يبيله دراسة. إيه خلي أدرس الموضوع وأفكر فيه. بس عين إذا تم الموضوع وصار راح أسمي المطعم حسن. دام بتسميه حسن خلاص أنا راضية بكل شيء. يما حبيبتي يبعد عمري، أنت ما تحسين؟ شو أمي مريضة وأنت بجابلة وياك وحطت لي هالماسك؟ من زينك عاد؟ لا عاد احترمي نفسك، ترى مسخت وايد. شنو ماكو احترام حق صاحبة هالبيت؟ لا حبيبتي، ترى هذا بيت اخوي ولا تنسين نفسك، وقاعد يصرف عليك من فلوس البيت اللي بعناه وما خلينا امنا فيه. ولا هو من وين اللي يجيب لك تلفزيون؟ شاشة قد السينما ها؟ صارت فيك المواصيل، تعرفين رايلي شنو جايب لي مو جايب لي؟ ليش ما تدرين؟ كل ما يشوفنا يتشكى منك، لا حد شكى اساسا. انا اتمنى من الله يطلقك اليوم قبل باكر. انت اللي خليتيني اوصل لحسن، لا بيت، لا ريل، لا عيال، ولا حب. حتى الريال اللي كنت مفتكره انه هو يحبني ويبيني ومهتم فيني طلع يبيني علشان فلوسي. لا تناديني، ما اسمع صوتك، اكره صوتك. سامعه؟ اكره صوتك. لا تناديني، لا تناديني، لا تناديني. حسبي الله ونعم الوكيل. لا تناديني. تدري انا ما راح تكمل فرحتي الا لما يكونون عيالي معاي. لا تحاتي، عيالك بيكونون معانا وبيعيشون معانا وبنشوفهم. لا وبيسافرون معانا بعد اشتري. إيمان يمه، انت ما تشم الريحه الخايسه هذه، ريحه كاتشب على دلاغات على بطاط. شوف بطلوا البيبان، بطلوا الدرايش، خلونا نشم هواء. قوم بطل الدريشه. لا لا خالتي، ممنوع احد يفتح الدريشه، لان مشارك المره يحط الكرسي ونخاف يطيح. يا سلام، يعني ما نشم هواء نقي، ما نشم اكسجين عشان مشاري؟ قوم بطل الدريشه، ريحه خيسه، حتى دلاغاتك دشت براسي. عذاري عذاري، عندي مسألة مو عارفة حلها. اف مبارك وقته، ما تشوفني مشغولة، بس ابوي قال احل واجب الحين. عطني عطني الكتاب، ركز معاي ما راح اعيد وازيد. اوكي شوف هني راح تسوي جمع، تجمع 9 و21.
ثلاثة زائد ستة كم؟ تسعة. تسعة. تسعة زائد ثلاثة. 12 زائد 4 15 16. غلط. ركز. غسل ضبط اموري وياه. يلا لحقتك. ثواني. اكسكيوز مي. خذك على عثورة. بعد شوية. اسمعني عدل، يعني وياك تقول حق احد اني طلبت منك انك تبطل الدريش؟ لان بيكذبونك وبقول انت بطلت الدريش وراح يلقون بصماتك عليها. تعرف اذا لقوا بصماتك عليها ايش يصير فيك؟ راح يودونك السجن، الشرطه يسجنونك. فاهم ايش قاعد اقول؟ فاهم ايش قاعد اقول؟ لا تقول حق احد اني قلت لك تبطل الدريش ولا اي احد. فاهم؟ Thank you.
اوكي تمام سلام. وي اذوره عاد صعب كنت بدق عليها. هلا حبيبتي شويش تبكي؟ شارش فيه؟ لا 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 بس مبارك خلاص مبارك انا بعرف نفتح الدريشه نخلي مشاري يموت انا بروح اعزي مبارك شفيك زي خلاص تحي روح الحمام وانا اجيب لك ملابس يلا قوم عظم الله أجركم. أنت ريحتيني وأنت رايحة. أنا نشأتي. أنا شكو. أنا شكو تهاوشيني. أنا إيش سويت؟ أصلاً ولدك مشاري لما مات كان زوجك وعيالك بالبيت. شوفي أنت اللي مو مهتمة فيهم ورايحة جزر المالديف.
شلونك خالد؟ هلا. أنا بغيت أبارك لك. على فكرة ترى هذه ضريبة اللي ياخذ واحدة عندها عيال. غصون حبيبتي رجاء لا تدخلين بشيء ما يعنيك. أي شيء يخصك كيفك، شيء يخصني لو سمحتي وخري عني، وخري عني، وخري عني غصون لو سمحتي. الله العظيم صدق الموت حلال المشاكل. بدرية شلونك اليوم؟ الحمد لله. تغديتي؟ ترى أنا ميت من الجوع. للحين. زين إذا كذي يلا قومي وياي، قومي وياي ننزل تحت نتغدى يمي، قومي. مالي نفس. بدرية ترى مو زين اللي قاعد تسوينه بنفسك كذي، حرام عليك، ارحمي نفسك. مو قادر أصدق خالد اللي صار. حسني بكابوس مو راضي يصحى منه. حبيبتي أنا حاس فيك، والله حاس فيك. تعيله هذا اللي نقدر عليه. ولدك الحين طير طير بالجنة. ترى محتاج إنك تدعيله علشان أنتي ترتاحين بعد. عافية حبيبتي. الله يصبرك. فواز ترى أنا ما طبخت اليوم، إذا تحب نطلب من مطعم أنا وياك. أنتِ هاي،
شفت وايد مستانسه من بعد ما مات مشاري. اصلا مو بعيد ان انت اللي ذابحته. انا متاكده ان انت اللي فاتحه الدريشه. لان انا ادري ان انت ما تحبينه ولا تبينه بالبيت. بس سمعي عدل يا غصون. حتى احنا ما نحبك ولا نبيك بالبيت. ويلا قدامي قومي طلعي برا يلا. انت هي ما تسمعين؟ قومي طلعي برا. سمعي. اياني وياك تمديني دينك علي، فاهمه؟ مخي عني ولا تلمسيني، تحطيني دينك على كتفي ولا تجرئين. ها 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 بس بس شو الصعه هذه؟ ايش فيكم؟ بنتك شوف بنتك صارت مجنونه تمدي دينها علي بعد. انا مجنونه بس ها كل يوم الثاني يجري. تعالي 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 مالي ما مالي مالي. أدري إن إحنا كلنا من بعد وفاة مشاري الله يرحمه كلنا شوي تعبانين. ما يخالف ما يخالف. يبا وش دراك إنه مو هي اللي فاتحة الدريشة؟ يبا وش دراك إنه مو مبارك أخوك؟ من يومها وأنا كل ما أسأله هو يسويها على روحه. خلاص يبا اللي راح راح، ما عاد يفيدني كلام. السلام عليكم. عليكم السلام، هلا والله. عندي البشارة عندي. بشري. خلاص فلوس القرض وصاروا بحسابي. لو تبي تبتدي من اليوم مشروعك تقدر تبتدي. بصراحة ما أدري شلون أشكرك، بس أنت فتحتي بوجهي باب بعد ما الدنيا سدت كل بيبانها بوجهي. الحمد لله على كل حال. حسون؟ حسون؟ شو تسوي؟ عدني شوف. عدني. عدني؟ يس. بات؟ أنا؟ أوكي أوكي. أوكي ثانك يو. باي. إيش فيك؟ صاير شيء؟ لا هذا المحامي اللي كنت موكله أساسي أعرف عنوان زيتها. وأقدر أرفع عليها قضية ورد ولدي. إذا أنت محتاج فلوس القرض، تقدر تاخذهم وتروح حق زيتها وتقنعها. ما عليه. إن شاء الله الأمور كلها بتنحل. إن شاء الله بإذن الله. تعال. شنو هذا بعد؟ يلا حطه. حطه خلنا نعزف. حطه خلنا نلعب حطه. تبي هذا مع السيارة؟ اليوم بس يبي يلعب. إي خليه. شغلها. وين ما فيها بطارية. تبي هذه؟ شلون تشتغل؟ هاك. هاك. أوه هذه أنت بطارية خربانة، كل البطارية خربانة. أشوفها أشوفها. أشوفها. أنا عارف لهم. أشوف. لا هذه هب خربانة، كلهم خربانين، ما عندنا بطاريات بالبيت، شو السالفة؟ لا في في. لا حول ولا قوة إلا بالله، مسكينة هالبدرية، الله يصبرها، يما اللي صار معاها صار بعد من عم توفيق جارتنا السورية. إيش صار يما؟ ماما كل مرة مطلقة ما عندها أحد، عندها ياها الواحد، راحت عند جيرانهم تقعد شوية ولا ترد البيت كله غاز، ولدها توفى يما. وين نايل الله وإنا إليه راجعون. الله يصبر قلبها وعلي. الله يصبر قلبها يا يما. لا حول ولا قوة إلا قاعدين هني حذرة وسوالف والغدا يحترق هناك. يوي قومي هذا قومي. ما راح أطلب غدا، ما راح أطلب من المطعم. الله عطنا ريموت انت الثاني. ايش في ما يشتغل هذا؟ خربتوه بعد؟ ابتسام؟ ايش قاعد تسوي؟
يعني محاولات اني اقدر اطبخ اسوي لكم شيء كذي ينوكل. انزين سمعيني اختاريني اي واحده اختار. شوفي من هذولا اشوف. شوفي هذه ولا هذه ولا هذه. اختاري اللي انت تبينه والله يتمم لك ان شاء الله على خير. واي ايش فيك الحين؟ انا قلت لك اختار اللي انت تبينه. شوفي لي اي واحده يلا. انت بعد ذوقك حلو حبيبتي اختار اللي تبينه. ابتسام ذوقي خليه على صوب. الحين انا قاعد اسالك انت قولي لي اي واحده. في النهايه هذا عرسك وهذا رايك اختار اللي تبينه. ام بابا من صدقك افخر حسر رفيجاتي. قولي لي يبا تقدرين تداومين ولا لا؟ ايه على الاقل لا هي امري بشيء. يلا 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 انزل وياك انزل وياك. هلا السلام عليكم. السلام على حبيبتي. ما تشوفون شر يما ان شاء الله هذه اخر الاحزان يا رب. حبيبتي بدرية الله يثبتك شدي حيلك ان شاء الله خاتمه احزانكم ان شاء الله. ها ان شاء الله هديتي شويه وركدتي زين رديتي شغلك جاب لي. أنا تعمدت ترى أخلي غدير عند أمك عشان نيجي نقعد بروحنا. يا بنت الناس لمتى الزعل؟ يعني أنت مو شايف نفسك غلطان؟ إذا مو شايف نفسك غلطان ما له داعي نقعد في القعدة هذه. يا يبا غلطان من راسي لريلي غلطان. بس صدقيني ابتسام مثل أختي الله عالم بنيتي. يعني انت حطيها بعقلك معقوله يكون في شيء داخلي حقها اروح اعرفها على رفيجي. فارس انت قاعد تحوم حوالين البنيه اعطيتها المحل وما اهتميت وفوق هذا توظف واحد ولا ويطلع رفيجك ما ادري يوصل لك اخبارها ما ادري يحبها. لا والمشكله تي الفريج تفضحنا كل هذا وما تبيني ازعل. يا يبا انا اسف حقك علي صدقيني بعد ابتسام مالي شغل فيها لو اشوفها بالفريج سلام ما راح اسلم عليها. بس ما بيش تزعلين. اي والمحل؟ المحل من زمان سلمتني المفتاح يعني لا اجار ولا عامات ما راح اشوفها كلش غير شهر. فارس هذا وعد؟ وعد بس هم انت توعديني انك ترجعين شروق طيبه الحنونه. خلاص بصدق وعدك وبرضى. فديتك يا احلى واطيب ام غدير في هالدنيا كلها. انزين اذا انت الحين مو زعلان تاكلين وياي. يلا اوكي. فديتها انا. يلا هلا هلا فهد. عنك عنك يبا عنك عنك يا بنتي. لا يبا خلك ارتاح ارتاح ارتاح.
ويني وين الراحه؟ ما ارتاح الا لي مني اطمن عليك وزوجك الريال اللي يستاهلك. ايش دعوه يبا؟ تبي الفكه مني الحين؟ مو كفايه الهام وراحت؟ لا يا يبا، لا يا حبيبتي، اذا واحده منكم تعذبت انا تعذب اضعاف اضعاف. بسم الله عليك يبا. يبا اذا ما يعني نصيبي انا مو زعلانه، بالعكس حتى اذا الهام تزوجت قبلي هذا نصيبها. تاكد يبا انا مو زعلانه ولا شيء. طول عمرك طيبه، الله يعطيك ان شاء الله قد طيبتك يا ابوك. الله يخليك لي يبا ولا يحرمني منك. I know many of you at this very moment are thinking about escape. Feel free to try whenever you like. We'll be happy to shoot you. If, however, you should avoid that mercy. There are two guardians who are always on duty. The bush, or the best thing that can happen to you is starvation. Shada. Naim. صار لك ساعة وانت تثوبين. روحي نامي. إن شاء الله. تبين شيء؟ أبي سلامتك. اسمعينا على خير. وانت من اهل خير. كم حبيبي تعال خلنا. يلا كم انت بعد تعالي. نوم؟ قلنا ما بقدر. ها خاله. شنش ناوي تنامين؟ أكون صرت مثل الدياية مثل شذوه. لا يما مو سالفة الدياية، بس باكر عندي دوام. زين خلاص مو مشكلة، روحي نامي مكاني. وين؟ روحي نام عند شذوه وأنا نام هنا. لا لا أنا بنام هنا. خلي التلفزيون يشتغل مو مشكلة. خلاص بخليه بخليه. قاعد أنا قاعد طالع. تعالي بابا تعالي تعالي دشي 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 تعالي غصون يا غصون. اخيرا اخيرا ما بغيت تين تشيلين الهم عني اللي ما له اول ولا اخر. زين زين انك جبتها. شوفي يا بيج تخمين وتنظفين وتغسلين المواعين، المطبخ بي يلمع. زين ايش في هذه كنا ما تعرف عربي؟ هيبة ما تعرف عربي، اول مره تشتغل هذه. شو اسمها؟ تعراني بو سمع الطول، حطي لها اسم، سميها ماريا، سميها مانويل. ميري سمعتي؟ بابا يقول اسمك ميري. زين الحين انا وياك امشي نروح المطبخ وراويك المطبخ وشلون تنظفي لي اياه وتعرفين طريقتي بالضبط شلون شو تسوين. الجو اليوم وايد حلو مال طلعه. ايش رايك؟ ايش رايك نطلع نتمشى؟ ممكن نتعشى، نشرب قهوه، نغير جو. بدريه غصبي نفسك عاد، ايش دعوه؟ لازم نطلع، لازم تطلعين، لازم تغيرين الجو. احسن من قعده هالبيت اللي مليان كآبه وحزن. والله مو قادرة. زين عشان خاطري، ايش دعوة؟ أنا كل مرة أسمع كلامك، هالمرة على الأقل سمعي كلامي. قومي. سمعي كلامي، راح يتغير كل شيء.